أخيرا وتحت عنوان كهرمانة العراق جمال وحب ورقي، افتتحت مؤسسة كهرمانة للفنون مهرجانا للفن التشكيلي ومعرضا فنيا في قاعة المعرض الوطني بمدينة سليمانية، وبمشاركة أكثر من 80 فنانة من جميع المحافظات العراقية. ويهدف المعرض إلى مزج الأفكار والإلهام الفني بين التشكيليين، إضافة إلى بث روح المحبة والسلام والتعاون مع الجميع. وشاركت الفنانات بلوحات تعبر عن المرأة العراقية وجمالها في نموذج يحتذى به عالميا. مهرجان فن تشكيلي لكل فنانين العراق من الشمال إلى الجنوب، كرد وعرب وتركمان أيضا، تحت مظلة جمعية كهرمانة في مدينة السليمانية مدينة السلام. ضمن المعرض تقريبا 70 عمل فني إلى 80 عمل فني. الجميل فيه أنه إحنا نلتقي بهذا المكان كل الفنانين التشكيليين، ونكون مشتاقين بين فترة وفترة إلى أصدقائنا وإلى تنشيط الحركة الفنية. معرض كهرمانة جسد دور المرأة بشكل قوي، صراحة نشوف حضور كلش كبير للمرأة. أنا بلوحاتي أيضا مثل دور المرأة، عموما إحنا نمثل أنفسنا بالمعارض وبلوحاتنا، فمرات نعكس الصورة اللي خلينا نقول اللي بداخلنا هي على اللوحة، لأنه باعتبار العمل الفني هو ناطق بدون أن تتكلم. معرض بصراحة جميل جدا، وفتشي إبداع وبيها فد لوحات يعني صراحة ذكرتنا للزمن القديم، وخاصة هاي اللوحات اللي تمثل آثار وتراث العراق، يعني فشي عظيم بصراحة، ويخلينا نشعر بالفخر إنه لازال هذا الفن الحلو موجود.